بسم الله، النهاردة معانا شرح ازاي شحن زد بي في لعبة كروس فاير عن طريق رصيد التليفون. يعني الجي ام لسه منزل حركة جديدة انك تقدر تشحن زد بي من رصيد التليفون بتاعك، اتصالات فودافون موبينيل اي حاجة. يعني ماشي يا جماعة، اول حاجة هنعملها هنفتح الزد 8، ماشي. بعد كده بتكتب ايميلك. ثانية واحدة، انا اكتب ايميلي. ماشي، بعد ما بتكتب ايميلك هتيجي هنا اهو، ودوس تاني واحدة هنا اهو. ماشي، ادوس على الاولى، معلش الاولى. ماشي، هتدوس الاولى وتستنى لحد ما الصفحة تفتح. تمام، هتفتح لك الصفحة دي. ماشي، او زي ما انتوا شايفين هاتف محمول. هذه الحركة اللي لسه الجي ام منزلها يا جماعة، انك تقدر تشحن بيها من رصيد التليفون. ماشي، هتدوس عليها وتستنى لحد ما الصفحة تفتح. ماشي، معلش انا بس انا عندي النت وتيه. زي ما انتوا شايفين الصفحة تفتح، هتفتح لك ايجيبت. ماشي، اتعلم على السعر، ادي 1276 ب10 جنيه، وادي 2552 ب20، 1829 ماشي ب30 جنيه. اهو زي ما انتوا شايفين، ادي ده موبينيل. لو انت معاك خط موبينيل بتكتب ان هو الرقم وتدوس اكتمال وتعلم على السعر اللي انت عايز. تشوف انت عايز بكام، يعني انت شاحن مثلا ب10 جنيه، بتكتب الرقم وتعلم على الخدمة بتاعتك. يعني شوف انت ايه موبينيل مثلا، وبتكتب الرقم وتدوس هنا. هيجيلك الزد بي بعد تقريبا 10 دقايق، تقريبا 10 دقايق ده اذا اتأخر. يعني هو ممكن اول ما تكتبها يجيلك على طول، بس انا عملتها وجالي بعد 10 دقايق بالظبط. ماشي، وممكن فودافون برضو نفس الكلام، تعلم على السعر ونفس الكلام. ماشي، وهتلاقي برضو ايه الحاجة جاتلك. يعني تكتب رقمك هنا اهو وتدوس هنا اهو، وهيجيلك ان شاء الله الزد بي اللي انت علمت عليه. او زي ما انتوا شايفين موبينيل، فودافون، اتصالات، اي شركة من التلاتة. دي حركة لسه منزلها الجي ام، حبيت ان انا اشاركها معاكم، حركة جديدة يعني حلوة. بس هو ده كان شرحنا النهاردة، اتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش اللايك وتفعيل زر السبسكرايب عشان نقدر نكمل معاكم ونفيدكم اكتر. كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.